صغيري في اليمين حمد تخري سيف تيري عدى 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 من حسين، لكن حسين احتجز سيف تيري والكرة طلعت لركلة مرمى، كرة طلعت لركلة مرمى. حب يطمعه في انه قرب واداله فرصة ان يفوت وبعد كده اغلق عليه الطريق. ادي امامنا في الاعادة، حمادة القلاوي كان قريب. هل في دفع؟ يؤدي الى احتساب ركلة جزاء بعد سقوط سيف تيري زي ما شفنا وتابعنا من حسين السيد بعد ما الكرة تجاوزت وعدت. مطالبة من لاعبي فاركو ومن المدير الفني برونو روما، بينما حماد القلاوي بيستمع الى حكمي تقنية الفيديو وراح يشوفها بنفسه، راح يشوفها بنفسه بعد ما تم استدعائه من قبل حكمي تقنية الفيديو عمرو الشناوي وعلاء صبري. حسين السيد كان ممكن يحتجز اللاعب دون لمس دون دفع، لكن مع الدقيقة 76 هل يشهد اللقاء ركلة جزاء تانية هتحتسب بعد ما حصل المصري على ركلة جزاء لم ينجح وما نجحش مروان حمدي في انه ترجمها في الشباك. قلاوي مع عمرو الشناوي مع علاء صبري في حوار متصل وفي حوار واتصال ما بين حكمي تقنية الفيديو وحكم الملعب. حماد القلاوي كرة اللي امام حسين وامام سيف تيري، والقلاوي بعد ما شافها وفحصها ودرسها يا ترى ايه القرار من حماد القلاوي اللي في الموسم الماضي ما احتسبش ولا ركله جزاء في 12 مباراه، لكنه في الشوط الاول احتسب ركله جزاء، وفي الشوط الثاني وبعد مشاهدته لهذه اللقطه لم يحتسب ركله جزاء. وشوف رده الفعل والفرحه عند جماهير المصري البورسعيد. كرة طلعت إلى ركلة مرمى احتسبها حمادة القلاوي مع عودة حمادة القلاوي مرة تانية إلى حدود المنطقة الفنية.